بطولات وتضحيات وحكايات لا تنتهي عن حرب أكتوبر وهذا النصر العظيم. وزي ما بنقول بالرغم من مرور 50 عام وكل عام بنحتفل بيه وبنتكلم وبنقول، ولكن ما زالت هذه الحرب تخفي الكثير والكثير من الأسرار ومن الحكايات. ولكن عندنا الحقيقة يعني عندنا شخصيات تخصصت في دراسة وفي يعني البحث عن هؤلاء الأبطال وعن حكاياتهم. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا وجود الكاتبة والباحثة العسكرية الأستاذة أميرة فكري. أستاذة أميرة أهلا بيكي معانا، وكل سنة وأنت طيبة، ويعني جميل جدا أنه حضرتك توثقي هذه الحكايات وهذه البطولات اللي في حرب أكتوبر، توثقيها من خلال كتب ومن خلال أعمال وثائقية. كلمينا كده بشكل سريع عن أهمية توثيق هذه البطولات وهذه الحكايات الرائعة اللي ممكن نعتبرها قدوة في حياتنا اليومية، نستلهم منها الإصرار والعزيمة والوطنية والإقدام والبسالة، يعني وكل هذه المعاني الجميلة. بداية أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير والعالم العربي كله. أقدر أقولك أن أنا بكون سعيدة جدا لما باجي يعني أتكلم عن أكتوبر، لأن أكتوبر بالنسبة لي مش يوم واحد في السنة أو شهر أكتوبر فقط، أنا على مدار السنة عايشة في بطولات، سواء أكتوبر أو اللي وصلنا له بعد كده حتى أبطال الإرهاب فيما بعد. يعني بالنسبة لأهمية التوثيق، وأكيد طبعا كلنا يعني شفنا الندوة التثقيفية 38 والاحتفال باليوبيل الذهبي لأكتوبر، وشفنا أهمية، أنا حسيت وأنا بشوف بقى الندوة قدي أنا سعيدة بالجزء اللي أنا بشارك فيه، لأن احنا دلوقتي بنعاني من قضية وعي وتشويه للتاريخ وتزييف لده للحقائق، فبالتالي ده بيأثر على الشباب اللي موجود. فأهمية التوثيق إن هو بيحافظ على الأحداث التاريخية وتاريخ البلد ضد التشويه والتزييف اللي بيتم، وبعد كده بيبقى بيتم بقى إن الواحد بيفهمه وبيتم تفسيره، وبنطلع بخلاصة الدروس المستفادة. لأن صحيح، في ناس بتقول إن طبعا إن التاريخ بيعيد نفسه، هو مش بيعيد نفسه بالظبط، لكن الأحداث ممكن تتكرر، فبدل ما نكررها من أول وجديد إحنا بنشوف اللي قبل عمله إيه ونرجع له. بالإضافة لنقطة مهمة جدا، إن اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل، فلازم ده يبقى موجود طبعا للشباب وللأطفال اللي جايين حاليا. يعني صحيح صحيح، يعني التوثيق هذه الأحداث زي ما بنقول والبطولات والحكايات ده أمر في غاية الأهمية، لأنه بالرغم من إنه إحنا عندنا يعني أعمال موثقة، عندنا تسجيلات وعندنا تصريحات إعلامية من إسرائيليين ومن قادة إسرائيليين، ولكن بالرغم من هذه الأعمال وهذه التسجيلات إلا أنه هناك أيضا تغيير للحقائق، فلابد بالفعل من أعمال وثائقية ومن توثيق هذه الحقائق بشكل يمكن موسع وبشكل أكبر وأقوى مما هو موجود حاليا. طيب اسمحي لي نلقي الضوء كده على بعض الشخصيات اللي تم تكريمها، وحضرتك يعني تقدري تحكي لنا وتقول لنا تفاصيل أكتر. ويمكن من أهم هذه الشخصيات المشير أحمد إسماعيل اللي كان وزير الحربية أثناء حرب أكتوبر، نلقي الضوء عليه واللي هو تم تكريمه في الندوة التثقيفية. فعجالة سريعة أقول إن اللي هو المشير أحمد إسماعيل أطلق عليه رجل الحرب والقتال، لأنه كان معروف إن هو أصلا يعني لازم يستعيد الأرض. في مفارقات شوية في شخصية المشير أحمد، إن هو من وهو طفل كان نفسه طبعا هو يدخل الكلية الحربية، قدم 3 مرات اترفض، المرة الرابعة قبل فيه، وكان بعد لما دخل كلية التجارة واستمر فيها 3 سنين، فدي كانت أول مفارقة بالنسبة له، وهو دفعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. من المفارقات أصل أيضا اللي في حياته إن هو في مرتين أقيل من القوات المسلحة، في مرة بعد النكسة بعد 67، لكن الرئيس جمال عبد الناصر أعاده على طول بعدها تقريبا ب 48 ساعة، ومرة أخرى بعد حادث كان الزعفرانة، وبرضه رجع بعدها بمدة بسيطة، ورجع على تولي منصب مهم جدا اللي هو مدير المخابرات العامة، وكان ليه طبعا دور، كان قبل الحرب حوالي 72 تقريبا، وكان ليه دور مهم جدا في اللي هو القبض على شبكة الجواسيس والحاجات كتير من اللي احنا شفناها. وبعد كده كانت رؤية الرئيس السادات ان هو ده اللي هيقوم بتحقيق الهدف اللي هو الحرب. صحيح، وفعلا قام بقيادة القوات المسلحة للحرب. احنا شايفين بعض الصور وبعض المشاهد لتكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة يعني هذه تعتبر رسائل، نقدر نقول رسائل إنسانية، رسائل وطنية، رسائل جميلة، وبنتمنى انه يعني التكريم ده يتم توسيع قاعدته لتكريم عدد أكبر وأكبر. عندنا يعني
يعني المئات من الأبطال يعني. طب اسمح لنا أستاذة أميرة، حضرتك طبعا باحثة وكتبتي عن الكثير والكثير من الحكايات والبطولات، هل في حكاية معينة مؤثرة قوي حضرتك تحبي تقوليها أو تلقي الضوء عليها، مثلا حكاية حدث معين يعني في حاجة أثرت في حضرتك قوي تحبي أن أنت تقوليها للمشاهدين؟ هو حاجات كتير مؤثرة، بس هقول لحضرتك حاجة بالنسبة للقادة أولا. أن القادة كلهم يعني أنا لما بحثت عن السيرة الذاتية عنهم وتابعتهم، لقيت أولا أن إرقاء ده ما بيتولدش من فراغ. كلهم سنوات التكوين بتاعتهم بيسقلوها يعني هتلاقي هو قدوة فعلا. عشان كده أنا بقول لحضرتك أن إحنا ده اللي محتاجينه للشباب حاليا والأطفال، أن يبقى لهم رموز للقدوة، بيبقى قدوة في العلم أنه متميز، قدوة في الأخلاق، قدوة في القيم، قدوة في التدين. مروا بصعوبات كتيرة جدا، بس حولوا اللحظات اليأس والانكسار للحظات انتصار. وطبعا كانت بعد 67 ده كان أكبر مثال. احنا ما جبناش قادة جداد، هم نفس القادة اللي فرضت عليهم هزيمة دون قتال، هم القادة اللي دفعوا واستردوا الأرض بكل يعني بكل بسالة. وعلى فكرة لما برضو مش بنغفل دور كل الرتب اللي موجودة، يعني حضرتك لما بنيجي نقرأ المذكرات اللي تركها المشير الجمصي أو المذكرات أو مجموعة الأوراق الصغيرة اللي تركها المشير أحمد إسماعيل، لأنه هو توفي بعد الحرب على طول، فكان كاتب مجموعة مذكرات بسيطة جدا، عدد بسيط من الأوراق يعني. كلهم بيشيدوا بدور يعني أن النجاح في حرب أكتوبر كانت أولا أسلحة مشتركة، كانت تكاتف من جميع الرتب والفئات. يعني المعجزة في أكتوبر كان الجندي المصري، أن الجندي اللي واقف على السلاح على مثلا قدام مدفعية أو قدام سلاح معين وهو يعني أمي لا يعرف القراءة، ومع ذلك بيعرف يقف قدام المدفعية اللي هي محتاجة أرقام ورياضة وحاجات مهمة جدا. أبطال الاستطلاع والمهمات العمليات اللي كانوا بيعملوها خلف خطوط العدو، المهارة والدقة أنهم كانوا على حالي. حضرتك كمان كان في بعض التصريحات من الجيش الإسرائيلي أنفسهم يعني أشادوا ببسالة وشجاعة الجندي المصري، ده اللي كانوا مستغربينه. يعني كانوا بيقولوا كنا بنشوف جندي مقدام، جندي باسل لا يهاب الموت، بيقف أمام أي دبابة أمام أي مدفعية دون خوف. كلمة الله أكبر ورفع العلم المصري اللي كانت بتدي دعم وقوة للمقاتل المصري وكانت بتزرع الرعب يعني في قلوب الجيش الإسرائيلي، هذه الكلمة كانت بتعطيهم قوة وشجاعة غير عادية. ده طبعا ده شيء احنا عارفينه ومتأكدين منه، ولكن صرحوا بال كانوا مشاركين من الجيش الإسرائيلي يعني. وفي كمان يعني في رواية كنا سمعناها اللي هي بتاعت السيد زكريا، ان احنا لفنا البطولة اللي قام بيها من جندي إسرائيلي في احد اللقاءات كان موجود، ولما عرف ان موجود السفير المصري فراح قبله وحكاله الموضوع، وبعد كده تنقلها وسائل الإعلام. اقول لحضرتك بقى من المواقف المؤثرة اللي انا عشتها اللي هي موقف بالنسبة للقادة وموقف بالنسبة لبعض الرتب الأخرى. المشير أحمد إسماعيل والمشير محمد علي فهمي دخلوا زوجتهم في خطة الخداع. هقولك ازاي. اثناء حرب اكتوبر قبل الحرب مباشره طبعا هو كان في سريه تامه، حتى الدردشه ما بين الاسره او كده هم طبعا ما بيكلموش. طبعا رئيس السادات الراحل انور السادات ما كانش حتى بيقول لزوجته السيده جيهان، وهي صرحت بكده اكتر من مره. فكانت زوجة المشير احمد اسماعيل كانت بتمر بحاله صحيه حرجه، وكان المفروض ان هي تعمل عمليه، وكذلك برضو مدام ناديه حرم المشير محمد علي فهمي، وسافروا عشان يقوموا بالعمليه خارج البلاد. والحرب قامت وهم لسه بره. المشقه اللي هم شافوها بقى، وانا سمعتها منهم لما اتيحت الفرصه اني سجلت معاهم، حتى افتكر ان مدام سماح الله يرحمها قالت لي كانوا بيضحوا بينا. مشقه صعبه جدا لان الطيران طبعا توقف، وكانت رحله بريه على ما وصلوا، فطبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم كانوا بيربوا اولادهم ان ما يبقاش في اعتماد على المنصب اللي هم موجودين فيه. صحيح. فبالتالي صحيح. ما كانش في يعني الظروف ما كانتش تسمح قوي ان هم يعيشوا مستوى عالي قوي، فكانوا بيركبوا يعني عربيه عاديه بتاعه المدرسه او ما بيعتمدوش على حاجه خاصه بالشغل. نيجي بقى للرتب الاصغر. في طبعا ده احنا في حاجات انا شفتها من مصادر عيان سجلت معاهم او عن الخطابات اللي كان بيتركها الشهداء نفسهم. لما تلاقي مثلا الرسائل بيسلم على العيله كلها، يبقى خاطب مثلا وعارف ان هو برغم انه بيحب خطيبته دي او عايزه تبقى زوجته، لكن عنده حاجه ثانيه اسمى،
اللي هو الوطن. لما يبقى في عريس خلاص يعني خلاص يعني انا في قالوا لي ان قبل الحرب مباشره احد الناس يعني، فكان في واحد لسه متجوز ما كملش 3 ايام فالحرب خلاص قامت، وكانت ضمن طبعا خطه الحرب انه ينزل اجازه وكده، فراحوا استدعوه فزميله رايح، فهو فاكره رايح يبارك له، لا ده هو عايزه عشان يجي للحرب. فتخيلي ناس كتير او قاده كتير وابطال قالوا لي احنا كنا بننسى اسرنا بننسى نفسنا، هو صحيح هدف صحيح واحد استرداد الارض. في مشاعر انا عشتها مع ابناء الشهداء، لما افاجئ مثلا بابنه شهيد كانت مامتها حامل فيها لما بابا استشهد، كانت لسه اتجوز مثلا وكانت لسه عندها شهر شهرين في بطن حامل فيها، وشوفيها وهي بتتكلم عن بابا، يعني هي ما شافتش بابا خالص، كونت الصوره بتاعته من الصوره اللي موجوده في البيت من المعلومات اللي بتجمعها، وما زال منهم صديقات حاليين لغايه دلوقتي بيجمعوا حاجات عن ابائهم. المشاعر اللي انا شفتها بقى من القاده لما يتكلموا عن زوجاتهم، دور بقى المراه اللي بنتكلم عنه، فيقول لك انا زوجتي دي بطل مجهول، هي اللي كانت بتحمل مسؤوليه، انا كنت طول الوقت على الجبهه صحيح، كانوش بينزلوا اجازه وعرفت تربي وطلعت حاجات. انا يمكن ليا الفخر برضو ان انا كان والدي من احد الناس اللي شاركت في حرب اكتوبر الله يرحمه، وكانت والدتي برضو هي اللي تحملت هذا الدور في تربيه اخواتي الاكبر او كده، وكنت بعيش برضو نفس الاجواء ان انا تربيه عسكريه، تربيه فيها التزام فيها قيم فيها احترام، فبالتالي بقى هو سيستم بالنسبه لي. فلما جيت اكتب في المجال العسكري رغم ان هو مجال شاق جدا ومتعب والكلمه فيه محسوبه يعني، فبالتالي حسيت ان الموضوع ممتع بالنسبه لي رغم المشقه، يعني انت بتحسي ان انت بتادي رساله للوطن او دور، زي ما هم حاربوا بطريقه انا بحارب بادواتي او اللي هي بالقلم يعني. صحيح، يعني حضرتك بنت احد ابطال اكتوبر. يعني يمكن كان الدور، لا هو مش شهيد، هو شارك في حرب كان من سلاح المدفعيه، دور يمكن كان بسيط او الرتبه ما كانتش كبيره قوي، لكن بدور وكنت بسمع. يعني انا يمكن اكتشفت والدي بعد وفاته، وفي تقريبا يعني على سنتين حاليا، وانا بشوف المذكرات اللي هو كتبها، فكنت دايما الواحد لما يبقى حد قريب ليه ما بيحسش ان هو ممكن هيبعد عنه ويموت فجاه، فكنت دايما بحاول مع اللي حواليا اسجل لهم، فبعد وفاته بدات ادعبس كده في شويه حاجات، فلقيت لا كاتب بعض حاجات ومنهم بعض الناس اللي انا قابلتهم في الواقع او كده يعني، فكان شيء جميل يعني. هذه الذكريات وتوثيق حضرتك لبعض يعني الحكايات او بعض الاحداث، ولكن حضرتك طبعا ايه اصبحت يعني بتدرسي في هذا المجال ومتخصصه طبعا في هذا المجال، ده شيء رائع وبنعتبره ان هو عمل وطني مشرف، ويعني احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء وهذه الاعمال اللي فعلا بتوثق لحرب اكتوبر وهذا النصر العظيم. كل سنه وحضرتك طيبه، شرفتينا ونورتينا الاستاذه اميره فكري الكاتبه والباحثه العسكريه. اشكر حضرتك، شرفتينا ونورتينا. ميرسي جدا، شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهارده، مره تانيه كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وكل القوات المسلحه المصريه الباسله الدرع والحامي الاقوى للوطن وللدوله المصريه، كل عام ودائما بخير، ودائما القوات المسلحه المصريه والشعب المصري دائما على قلب رجل واحد لتحقيق انتصارات وانتصارات قادمه باذن الله.